كيكه التفاح بصوص التمر. علشان نعمل الوصفه بتاعتنا اللي هي كيكه التفاح الصحيه، عايزين الاتي: عايزين كوبايه شوفان، شوفان مطحون طبعا، كوبايه دقيق اسمر، نص كوبايه دقيق لوز او لوز يكون مطحون نص كوبايه بعد الطحن، بعد الطحن يكون نص كوبايه، 3 تفاحات مبشوره، 2 معلقه صغيره قرفه، 1 معلقه كبيره ليمون مبشور، 2 بيض فانيليا، 3 ارباع كوبايه حليب، ونص كوبايه زيت، تقدروا تستعملوا زيت جوز هند لو عايزين، 1/3 كوبايه عسل، ونص كوبايه عين جمل. هنعمل لها كمان صوص. الصوص بتاعتنا هي عباره عن 3/4 كوبايه عجوه، ونص كوبايه حليب تقريبا، وفانيليا، وعايزين عين جمل للوش. الوصفه سهله قوي يا جماعه، ومش محتاجه حتى خفق بالعجان. هنستعمل بس فيها كل الحاجات دي كلها، هنستعملها مع بعض في البوله بتاعتنا. اول حاجه هناخد البيض اللي عندنا، هنحط كل الحاجات الجافه هنحطها مع بعضها، وبعدين هننزل بالمكونات الاسفه المكونات السائله مع بعضها، وبعدين هنحط المكونات الجافه. ادي البيض، وادي الزيت، وادي العسل. خلينا نقلب بس دول الاول شويه مع الفانيليا. يلا بينا نحط العسل. طبعا صوص التمر فيها حلاوة من التمر، وهنا هنستعمل بس العسل، لان كمان التفاح عندنا فيه حلاوة، فاحنا مش هنستعمل غير بس، مش هنستعمل طبعا سكر خالص زي ما انتوا شايفين، بس العسل في الكيكة والتمر في الصوص. خلاص كده المكونات الجافة عندنا كده تمام. هناخد بقى دلوقتي الليمون المبشور او برتقال مبشور زي ما تحبوا، وهناخد خلي التفاح في الاخر. هناخد دلوقتي بقى المكونات الجافة اللي عندنا، عندنا دقيق اللوز، وعندنا الدقيق الاسمر، وانا مش هم دول اللي بحطهم، انا بقول لكم بس عليهم، وده اهو دقيق اللوز، دقيق اللوز والدقيق الاسمر والشوفان المطحون. تمام. عندنا البيكنج باودر، ما قلناش بيكنج باودر، لا، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكنج صودا، هم اكيد كانوا مكتوبين بس انا ما قلتهمش. ادي البيكنج باودر، وادي البيكنج صودا، وادي القرفه. كده احنا خلصنا الكيكه، ناقص بس التفاح وعين الجمل. كده الكيكه عندنا جهزت ولا عملنا اي مجهود فيها. دقيق اللوز لو مش عايزين تستعملوه بتقدروا تستغنوا عنه، يعني بتقدروا انكم تحطوا بدل دقيق اللوز شوفان، بدل ما تحطوا نص كوبايه دقيق لوز حطوا زودوا الشوفان، خليه كوبايه ونص. بفضل نخلي الشوفان كوبايه ونص بدل ما نخلي الدقيق الاسمر هو اللي كوبايه ونص، يعني الشوفان زودوا احسن. طيب هناخد دلوقتي التفاح اللي عندنا من غير الميه، بس لو في ميه نزلت منه، ميه كتير نزلت منه شيلوه. اوكي هنحطه من غير الميه، وهنحط عين الجمل، وكده الكيكه جهزت عندنا. ادي التفاح، وادي عين الجمل. انتوا متخيلين بقى قد ايه في حاجات لذيذه جوه الوصفه دي، يعني عين الجمل والتفاح وبرش الليمون والقرفه، كلها حاجات هتدي طعم لذيذ جدا للكيكه بتاعتنا. هي ما بتبقاش كيكه عاليه قوي، بس بتبقى طريه وطعمها لطيف جدا جدا جدا، وكمان مع صوص التمر فهيبقى الطعم ممتاز. هناخد بقى الكلام ده كله كده ونخلطه مع بعض، وهنحطها في صينيه وندخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا نص ساعه، نص ساعه 35 دقيقه، مش كتير يعني، ما بتقعدش كتير. ادي الخليط بتاع الكيكه بتاعتنا اهو. تمام.
طيب هناخدها زي ما اتفقنا، نخبزها في الفرن على درجة حرارة 180، ودلوقتي هنعمل الصوص بتاعت التمر بتاعتنا. صوص التمر دي لذيذة قوي، يعني بتنفع في حاجات كتير مش بس في الوصفة دي، وما بيبقاش فيها سكر خالص، فبتبقى برضو لطيفة جدا. الحليب بقى يا جماعة، الحليب لغاية يعني بنحط حليب لغاية ما بيبقى عندنا القوام اللي احنا عايزينه، فاحنا عايزينها سميكة شوية بنقلل في الحليب، عايزينها سائلة اكتر بنزود في الحليب، فاحنا اللي بنتحكم فيه. هناخد دلوقتي العجوة اللي عندنا وهنحط، انا بحب احط السوائل الاول، خلينا نحط الاول الحليب، كمية من الحليب كده، ونخلي شوية برة علشان نتحكم زي ما اتفقنا في السماكة. ادي الفانيلا وادي التمر اللي عندنا، عندنا قد ايه تمر؟ 3/4 كوباية، ده اكتر شوية. هنحط احنا، خلينا نحط دول ونخلط كده ونشوف الاخبار. نفس الصوص دي بتقدروا تحطوا معاها برضو عين جمل لو عايزين، يعني نفس الصوص بس يعني زي ما انتوا عايزين، انا مش هحط بس بقول لكم على افكار. عندنا لسه كمية حليب، خلينا نحطها برضو، نسيب شوية. خلاص خلينا بقى نشوف دلوقتي السمكة بتاعتها ايه، عجبتنا عجبتنا، ما عجبتناش بنضيف شوية حليب تاني لغاية ما ناخد السماكة اللي احنا عايزينها. احنا زي ما انتوا يعني شوفوا دي بتبقى نوعا ما سبريد، يعني نوعا ما كده بتتفرد على الكيكة من فوق، فانتوا لو عايزينها كده بتتفرد على الكيكه من فوق اهي، بصوا حلوه. عايزينها اخف من كده شويه وصوص صوص، زودوا لها شويه حليب. انا يمكن اخليها كده ونحطها الصراحه على الوش، واحط عليها عين الجمل من فوق، وممكن نزينها كمان بشويه ورد كده. ده الكيكه بتاعتنا اهي، دي الكيكه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده، طريه جدا جدا جدا، بصوا. دلوقتي هفرد عليها الصوص اللي احنا قلنا بتقدروا تفردوا تحطوا الصوص بالسماكه اللي انتوا عايزينها، احنا اخترناها كده علشان نقدر نفردها على الوش، عايزينها اخف زودوا الحليب شويه. انتوا متخيلين دي كيكه صحيه، يعني زي ما انتوا شايفين كده اهي. خلينا بقى ناخد شوية عين جمل على الوش، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه، بس احنا يعني ممكن نحط عين جمل على اساس ان هي فيها عين جمل.